عقدت هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع الثلاثاء بالمكلا اجتماعاً استثنائياً برئاسة النائب الأول لرئيس المؤتمر الشيخ محمد عوض البسيري. وفي الاجتماع وقفت هيئة الرئاسة أمام مستجدات الأوضاع والمتغيرات السياسية على الساحة الحضرمية والوطنية، مطلعة من عضو هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع رئيس الدائرة السياسية الأستاذ محمد عبدالله الحامد على آخر التطورات السياسية وبالأخص في المناطق المحررة في ظل المساعي الإيجابية التي بذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، والتي تكللت بالتزام الأطراف اليمنية بالتهدئة وتمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة ضمن جهودها الرامية إلى إنهاء الحرب وصولاً إلى حل سياسي شامل ومستدام وإحلال الاستقرار والسلام. وتطرق الاجتماع إلى سير الحوار الوطني الجنوبي مؤكداً على ضرورة التمسك بمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع بوصفها مخرجات التوافق الحضرمي، وأقر تشكيل فريق للحوار من ذوي الخبرة والكفاءة لتمثيل مؤتمر حضرموت الجامع في الحوارات القادمة مع القوى الوطنية في الداخل والخارج. وفي ختام اجتماعها استعرضت هيئة الرئاسة عدداً من القضايا التنظيمية والإدارية الهادفة لتعزيز دور مؤتمر حضرموت الجامع وتحسين الأداء في مكاتبه في جميع المديريات، مؤكدة على أهمية الدعوة لعقد الدورات الثانية لمؤتمر حضرموت الجامع والذي تتطلب الإعداد والتحضير الجيدين لها.